الله ايامكم ايامنا ويا الله من العائدين والفائزين ان شاء الله ان شاء الله اولا ان كلنا شوق اليكم الله يحفظكم ان شاء الله سماحة الشيخ واعلم انكم تبادلوننا المشاعر نفسها وادري انه كل المحبين وكل الرافضه في كل العالم مشتاقون ونحن اليهم مشتاقون كذلك الله يحفظكم ان شاء الله مضت فتره طويله صحيح دون ان نوفق مع الاسف في خدمتكم بالجلسات والمحاضرات والتواصل المعتاد وذلك بسبب انشغالنا في أعظم مشروع لنصرة سيدة النساء عليه الصلاة والسلام وكما تعلمون نحن في اللمسات النهائية ولولا تدقيقنا في هذه اللمسات النهائية التي تضفي طابعا مهما جدا ورونقا جميلا جدا على هذا الفيلم العظيم لما طال بنا الأمر كل هذا عموما نحن نشارف بحمد الله تعالى على إكمال المشروع تماما وأظن بأنه وإن كنا قد حرمنا من ملاقاتكم كثيرا في هذه السنة المنصرمة إلا أن هذا الانشغال خصوصا في ظل هذه التحديات العالمية الآن صار مهما جدا صار له ضرورته الآن شوفوا إخواني لابد كلكم مر عليكم ما جرى في الأيام القليلة الماضية جريمة بشعة ارتكبت في حق مدرس فرنسي أو معلم فرنسي ذبح أمام أبنائه بحز رأسه من قبل أحد المتطرفين البكريين في فرنسا بكل تأكيد أي إساءة لنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله هي مرفوضة ومدانة هذا أمر لا يحتاج إلى بيان ولكن من جانب آخر كلنا ندرك أنه لا يمكن لشيء أن يمس حقا بقدس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مهما فعل أعداؤه من أفاعيل فلن يمسوا شيئا حقيقيا من قدسه صلى الله عليه وسلم لطالما حاربه المحاربون وافترى عليه المفترون وكذب عليه الكاذبون وشوه سمعته المشوهون كما في التراث البكري مثلا وتراث المذاهب والفرق المبتدعة لكنه في كل زمان يزداد تألقا وارتفاعا وسموا عند أهل الأرض قاطبة صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله القرآن الحكيم يقولها كما نقول بشكل قاطع بضرس قاطع ورفعنا لك ذكرك من ذا يستطيع أن يهبط بمحمد صلى الله عليه وآله حاشا لله حاشا لرسول الله صلى الله عليه وآله رفع ذكره الله رفع ذكره الله جل وعلا فلذلك كل إساءة من بعضهم لرسول الله صلى الله عليه وآله مع علمنا بأنها لا تمس من قدسه حقا شيئا إلا أننا نرفضها بطبيعة الحال غيرة على رسول الله وعلى ديننا لكن الكلام كيف نعالج ذلك هل يعالج هذا باستعمال العنف باستعمال الإرهاب باستعمال الذبح ودون الإلمام بتفاصيل الأمور هذا من الخرق والحماقة إذا ظن هؤلاء البكريون أو الوهابيون أو المتطرفون أنهم بهذه الطريقة يحمون رسول الله صلى الله عليه وآله من أن تتكرر الإساءات له فهم
أقل ما يقال فيهم أنهم حمقى، هذا يؤدي إلى تزايد الإساءات في الحقيقة. أعطيكم مثالا، لو قرأتم في يعني استطلاعات الرأي الأخيرة لوجدتم أن المجلة الفرنسية شارلي إبدو لما أعادت نشر هذه الرسوم المسيئة أو الكاريكاتير المسيء، أجري استطلاع للشعب الفرنسي فوجد بأن الأكثرية ترى هذا التصرف استفزازيا ومدانا. أكثرية الفرنسيين كانوا ممتعضين من ذلك ويرون أن هذا التصرف تصرف استفزازي، وأن المجلة لا حق لها في إعادة نشر هذه الرسوم. بعدما وقعت هذه الجريمة وهي ذبح هذا المعلم، أجريت استطلاعات فأظهرت الاستطلاعات أن الأكثرية أيدت نشر هذه الرسوم. الله، بطبيعة الحال انقلبت مشاعرهم، هم الآن ينظرون إلى ديننا مع الأسف على أنه دين وحشي، دين أهله لا يعرفون التفاهم، لا يعرفون إلا السيف والساطور والذبح والتفجير، فوقع عندهم تنفير، نفروا من الإسلام، من ذكر الإسلام، من ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله. يقولون لأنفسهم ما هذه الهمجية؟ لطالما سخر في بلادهم، وهو خطأ بطبيعة الحال، لكن لطالما سخر من مقدساتهم، يعني ما وجدوا مثل ردود الأفعال هذه الهمجية الرعناء الوحشية. فنحن ماذا نريد؟ نريد أن نحببهم برسول الله صلى الله عليه وآله أكثر، أم نكرههم برسول الله والعياذ بالله؟ أي طريق ينبغي أن نسلك؟ الطائفة البكرية مع الأسف، لا أعني عمومها لكن أعني من يلقنون أبناءها، أولئك الذين هم في موقع التلقين، موقع الإرشاد المفروض، هذه الطائفة ارتكبت في عصرنا الحديث لا أقل أكبر جريمة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفي تراثها الساقط هذا الذي كل من يقرأه ينفر من هذا النبي، لأنه تراث يصور النبي على صورة أخرى، يعني لا تتقبلها الفطرة السوية. وتكفي أفعال أبنائها والمنتمين إليها والمتدينين، مع الأسف أن الفرد البكري عادة كلما ازداد تدينا كلما ازداد همجية ووحشية، فهذه الأفعال هي التي كرهت الآخرين فينا وغطت على الصورة الحقيقية لأشرف مخلوق للرحمة المهداة للعالمين. فما دورنا نحن؟ نحن الذين نحمل الإسلام الحقيقي، دورنا الأكيد في مثل هذه الأحداث أن نصلح ما أفسده هؤلاء ونرمم تلك الثقوب، نعيد مد الجسور، أن نصحح هذه المفاهيم المغلوطة التي أخذها الغرب عن رسول الله وعن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الفيلم المبارك الذي هو على وشك الاكتمال والظهور الآن، اللهم آمين، هو أعظم رد إيجابي على هذه الإساءات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. هذا الفيلم سيراه الغربيون رسالة حب وسلام، رسالة كرامة إنسانية، رسالة مثل ونبل عليا، هكذا سيرون هذا الفيلم. سيكتشفون إسلاما آخر، سيكتشفون محمدا آخر صلى الله عليه وآله، غير الذي سمعوا عنه أو أفهموا أنه هو. سيكتشفون الزهراء عليها السلام، سيكتشفون أمير المؤمنين عليهم الصلاة والسلام. لذلك أقول إن انشغالنا طوال هذه الفترة كان انشغالا مستحقا، حتى يظهر هذا الفيلم بالشكل الذي بالفعل يعيد هؤلاء من جديد
إلى تقبل الإسلام وإعادة النظر. دور هذا الفيلم هو الفرز ما بين إسلام أهل البيت عليهم السلام والإسلام المزيف، الإسلام المحرف الذي أساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أنا أحييكم جميعا يا خدام المهدي عليه الصلاة والسلام، وأنا معكم بدعائي دائما، أنا يوميا أدعو لكم وأعلم كم يعني تبذلون من الجهد والتعب يوميا وأنتم تنادون المؤمنين وتستصرخونهم للدعم والإسهام وتقفون الساعات الطوال، كل ذلك محسوب عند الله وعند رسوله وأوليائه الطاهرين عليهم الصلاة والسلام. أنتم على مقربة من صنع التاريخ الحمد لله، كل فرد منكم الآن يصنع التاريخ الحمد لله. الشيء الذي نعده لم يرى مثله من قبل ما شاء الله، صدقوني لولا هذا التدقيق ويعني الجهد المضاعف الذي نبذله ليلا ونهارا، لولا ذلك لكان الفيلم قد ظهر منذ فترة، لكن هي المراجعات المستمرة والدائمة، نقول لا هذا المشهد لا ضيفوا له هكذا، سووا له هكذا، مزيد من يعني أحيانا حتى في المؤثرات الصوتية نتدخل ونقول لا هذا نريده أحسن من هالشكل، ضيفوا له هالشكل، سووا له هالشكل، مراجعات كثيرة. ما قبلنا مثل غيرنا أنه يطلع أي فيلم، لا لازم الفيلم يكون يعني بصمة تاريخية نادرة في عالم السينما. اللهم هذا عهدنا بيكم شيخنا القادم. وتعلمون أن الميزانية تضاعفت لهذا الغرض، وصلت الآن تناهز 15 مليون، 15 مليون دولار. المؤمنون لها إن شاء الله تعالى، وحققها شيعة أهل البيت نعم عليهم السلام في هذا الزمان، والنعم منهم. ما حققتها دولة ولا حققتها جهة متمولة، نعم حققها المستضعفون في الأرض في ميزان الذين رأس مالهم حب فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، باعوا أنفسهم وما يملكون لأجلها. يكفي هذا، ترون هذا إن شاء الله كلكم ترونه ذخرا وذخيرة لكم يوم تلقون الله إن شاء الله تعالى. حب فاطمة يد صاحب الزمان عليه السلام على رؤوسكم، فردا فردا إن شاء الله، يده الكريمة اليد العليا. صلي على محمد آمين إن شاء الله. وجعلنا الله وإياكم كما أنتم بهذا الزي أن نكون جميعا جندا إن شاء الله لصاحب الأمر يا الله عليه إن شاء السلام الله تعالى عليه السلام. ونسأل الله تعالى أن تقر عينه قبل عيون الخلائق بظهور هذا الفيلم المبارك إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى، الذي لأول مرة يوصل للعالم صوت الزهراء وظلامتها، صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، صوت الحقيقي لرسول الله، صوت أمير المؤمنين عليه السلام، سيرهم العظيمة. فهنيئا لكم، وجمعنا الله عز وجل دائما على هذا. هنيئا لك شيخنا الغالي، ما تقصر والنعم منك. الله يبارك بكم، الله يسلمك، فخور بكم أنا جميعا، ونحن أكثر افتخارا بك، نحن خدام المهدي خدامك الله شيخنا الغالي، استغفر الله، خدام صاحب الامر عليه السلام. لبيك يا مهدي، 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 بالله بمحمد التعليم بفاطمة بالحسن بالحسين بالأئمة الأطهار.